انا اقول لحضرتك على حاجه، ان انت واحده من اهم مصممين الاساس والديكور في مصر. دايما اللي بيدور على الذوق بيدور على السعر كويس جدا، بيدور على الفينش الحلو، لازم بيدور على السيده منى حسين. خلينا نبدا من البدايه، اتجهت الاتجاه ده ازاي؟ بعد ما اتخرجت واشتغلت 10 سنين في مجال الادفرتايزنج ومجال الانتاج بتاع الفاشن، انه ابتديت برودكت ديزاين. كنت بعمل ديزاين للايتنج وبرسمه، وبعدين اخده للورش اصنعه. انت اللي بترسمي وحدات الاضاءه دي؟ كله. وعندي ورشه كانت في ارض اللواء، واصنع الحاجه بقى عند مصنع الاخشاب، عند الرخام، عند فكت لايتنج بماتيريالز مختلفه. وفي الورشه عندي بنعمل الكهرباء والشابوهات والكلام ده. بعدها دخلت في معرض لمارشي، فاستاذ طارق نور مهندس سميح ساويرس قالوا لي، عجبهم قوي السيت اب وقالوا لي محتاجين في شغل ديكور، عجبنا الطريقه اللي انت عملتي بيها الديزاين. ومن هنا من برودكت ديزاين دخلت للانتيريور ديزاين. احكي لنا وصلت لده ازاي. بص، البدايه كانت ان الواحد مهم قوي يبقى المايند سيت ان هو يبقى لازم يبقى بروفيشنال. فلما دخلت في الديكور كنت بروح لمكاتب ترسم لي الرسومات بتاع تنفيذ الحاجات دي. فالواحد عشان ينجح لازم عوامل مختلفه تبقى متواجده. أولهم أولاً الواحد يبقى بيحب اللي هو بيعمله ودايماً بيحسن فيه، ودايماً عمره ما يحس إن هو في comfort zone أو يعيد نفسه، ودايماً يستعين بتيم يعلمه ويكبره عشان يكبر معاه. مكتب حركة الهندسة النهاردة فيه كم مهندس؟ 50. بينفذوا التصميم بناء على رؤية حضرتك ولا رؤية العميل، ولا بتعملوا رؤية موحدة بكم انتوا الاثنين؟ لا، رؤية موحدة ده أكيد. يعني إحنا لو بنقعد مع العميل بيبقى عندنا كويستشنير باسئله التيم الكرييتيف والديزاينرز اللي هيشتغلوا على البروجكت، كلنا بنقعد مع العميل نفهم رؤيه، وبالتالي بنقدم له كمان فكرنا، وبيبقى في مراحل تسليمات وبرزنتيشنز للبروسيس بتاعت الديزاين، تبقى خطوه خطوه بنوفق فيها الاراء مع بعض لحد ما نوصل للفاينل باكج بتاعت التنفيذ. حضرتك شخصيا بقى وصلت ازاي لمرحله ان المنتج بتاعك دايما الفينش بتاعه حلو، الجوده محترمه جدا، الحاجه اللي موجوده في الرسم اللي انت بتديهولي كصاحب المكان دي اللي بشوفها فعلا؟ انا يمكن عشان بحب التفاصيل فبهتم جدا ان الديزاين باكج تبقى تفصيليه. على مر السنين في ال 30 سنه او 31 سنه دول، كل شويه الديزاين باكج والمانيوال بتاع الديزاينرز اللي احنا بنرسم بناء عليه عمال بيزيد، انه الاكسبيرينس بتاعت الحاجه والاشراف على التنفيذ بتخلينا بنتعلم ايه الحاجات لازم ناخد بالنا منها، لازم تبقى واضحه في الرسومات عشان ناكد ان احنا هننفذ صح. فاحنا بنشتغل كتيم بنعمل المراحل الرسومات دي، وكل رسوماتنا فيها كل التوصيفات. يعني مفيش 3D بنحطه الحاجه اللي موجوده دي مش موجوده او ما تنفعش تتنفذ، دي نمره واحد. نمبر 2، في حاجه اسمها ديزاين ديفلوبمنت باكج، هي بعد ما بنعمل 3Ds في باكج تنفيذيه اللي هو المقاول بياخدها بينفذ عليها، تبقى ادريسنج كل الاليمنتس الموجوده في الديزاين، الارضيات، كهرباء، الحوائط، الاسقف، حمامات، المطبخ، كل ده. وكل جزء ده ليه باكج رسوماته مع الموردين، مع الكود بتاع الخامات المستعمله، فبتبقى كل حاجه واضحه جدا، وبتساعد انه المقاول يعرف يسعر بناء على حاجات متوصفه صح.